التسليح التلقائي للبي البي مثلا لو نتجي على الليفل عندنا هذا الكولمز، يعني قمنا بعملية تسليحه في الفيديو السابق. لو ناخذ من عنده كوبي اوكي وناخذه من المنتصف على مسافه مثلا هذا المسافه لا على التعيين، وراح ناخذ كولم ستراكشر كولم اوكي. لو طبعا لو ترجع على ال 3 دي راح يكون عندك من نفس الخصائص ولكن الفيزيبيليتي هنا تختلف، فراح نختار الريبار ونغير بالفيزيبيليتي الخاصة فيها، نغيرها الى سولد فقط. هذا راح يكون عندك يعني نسخة من هذا، ونخفي الاناليتيكال موديل. طيب نرجع على الليفل الثاني، راح ناخذ بيم واكيد يكون عبارة عن كونكريت بيم وعبارة عن 16 الى 32، يعني تقدر تطعي السكشنات الخاصة فيك. وراح ناخذ من السنتر للميد بوينت الى الميد بوينت اوكي. هذا هو البيم. الان لو تلاحظ البيم لو ترجع على ال 3 دي فيو اوكي، هذا البيم هو راح نعمل عليه التسليح، تحدد تحديد اعتيادي وراح ترجع على اليمن نرجع على الاضافه مالتنا رينفورسمنت وراح نختار بيم. نفس الشيء يعطيك الاختيارات بالنسبه اكثر بالنسبه للبيم، تختار الجيومتري تكون ثابتة، هنا عندك تفاصيل بالنسبة للبيم، تختار الستيرابس مثلا اختار الستيراب شارب 4 وهل هي النوع الخاص في هذه الستيراب ايضا تختارها، وعملية التوزيع مثلا نعمل تكثيف من الاركان اوكي. نختار البارز والبارز تكون عبارة عن شارب 7 مثلا اوكي، ونختار بالنسبة لهذا. هنا عندك اضافات اخرى بالنسبة للبارز اذا اردت تعملها بالنسبة للبيم، ونضغط على اوكي. حتى الآن راح يعمل لنا تسليح تلقائي بالنسبة إلى البيمز. الآن إحنا محافظين على عملية التحديد أوكي، طبعاً الآن غير ظاهر بسبب الفيزيبيليتي، أعمل عليه فلتر، نعمل عليه check none repair and go to the visibility and change to the salt in 3D view أوكي just this. فالآن أصبح عندك التسليح راح يكون عندك بهذا الشكل. طبعاً لو تلاحظ الآن التسليح من هذه الجهة غير ظاهر باعتبار انه احنا الريبار هذه ما غيرناها طبعا احنا بالنسبه للفيزيبيليتي، فاذا اردت انه تظهرها لو تلاحظ ارجع عليها واعمل عليه رونفورم بهذا الشكل فراح يظهر عندك طبعا، ولكن بسبب التكثيف يعني احنا عملنا تكثيف يعني هذا اصبحت عندك كانما اري لوحدها وهذه اصبحت اري لوحدها اوكي. فإذا أردت أنه أيضا تختار هذه الأري وتروح على الفيزيبيليتي وتغيرها، نفس الشيء يطبق على الكولم. إذا هذا موجود بعملية تسليح تلقائي للبيم. شكرا للمشاهدة ونشاهدك في الفيديو القادم.